الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد ولا رجال قفل إلا غير نغمده وروي الرفر بضم بها أيام وروي القفل بناية كهي أنا والله بمضم وروي الرماء الدوية وقفك كور وليه وهمي بضم وهي وليس بضم كسارية أما همي آخر يقفك من هذا كوح السوقية وقفك كور وريه إياك قدم بينيه إيه عربتي سي ميسانك يسواك ومرن دونه لبدا ورور باقفك بني هذا كاهية أدون همي قاد دوية يورو كيدا إنه يقنو وقفك وقف حبرشة كتلة وقف حبرشة دي امتحانة دي يتكور وريه وقف رسقي سي كور وريه إياك عروتي سبريسك وصو صار لها وقف شقو يينو شق ضيضة او شخص يدور غير لها فلو يد كف كرية واقف حاجات كي يدور كي يدور غيرك ولا يهين كف كرية واقف قارئ يسين تكتشم سدو الصلاة لها يرب دقارك كهل لها يعدي وقسم يصل لها كهل لها مشاكل في عروتي سا يقوس كيسا لباتوين كهيسا يعني حتى تيرك بدأوا دعوانا أو أمو تاجر أيو أي أحد كان يسقف قاسين وكبر ورا أمو كف كرو خبون تكرو هو تأخروا وكم التهايقف بحواش مسلمين تا إنه كف كرو الدنيا دقى الله كثيرا مسلمين تواء قحيان لباتين فرب ربا حيستا قلوا انت صور ملا لقراء ايا هذه يمن تهي هذه سوريا تهي ورور انتين لك بقى ايا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم مركز مراك كده وتتي فيه لما إذا عبادت كده جيسته يعني أرنت الشعور تعالى بعيك بدليسة ولا اسم قلين ليسة دي قد مقلين ليسة مسلم كتغاء كده بعتده يكون هيسته ايه ميت كوده كيس أحسن يكي خلدان أهل قراني كي واحد لي يكي اللي دي لي إيه وحيا رفر بل انت قف دين لقول لي يا بان دين كاريك كسيحاني أو تشعيني دين كايسكا أهجاجيو أولادي يوسف عنه تربية لي وأولادي يسوى أولاد ولا أكسر إلا قوته أي قفك بلي هذا كي وتشعيني هاي مركة هم لي قفك بلي هذا كي والله مدى ويا مركة لما دعي إلا قوته مركة صلوات الله وسلامه عليه أحديث فرب بل انبوا رباك قوه رمي وحيو نبي صلوات الله وسلامه عليه قفك ورور كيسي يهم قيسو وإن نقضى آخر إلهي سبحانه وتعالى ربيه صوبا سبرا كلمة يسرسة ورورية يعني غير النمو يوحى حيث الشو إلهي سبحانه وتعالى قلب قيسو قليا قلب قيسو قلب غنيا أيو كبقى الدويد ويد أرديسة إلهي سبحانه وتعالى حق يسوي صوبعية قفك كلا لكن ويدي سيفكر كيس ودويا والنقضى إلهي سبحانه وتعالى انتساس أيو ككرة ضارية فقري يقع ترى لقد يسير نوب بحذر بإلهي الله سبحانه وتعالى وكتسع الدنيا ذا نقف كاسوح بكه لي أنتي إلهي سبحانه وتعالى هو قريب وروح كلا زيادة وانت عبا في السنقف قبل آدم كي مهي لي قف قبل آدم كي سيد هو قادو إنه تتكى الدنيا ذي هاي وتتكى آخرية هاي سيد هو قفوا تصليسا ورغبات سوق عليسا قوسوا ورغبات كتوابيسا واحد ايه واحد ورغبات مقريسا ورور كو يقول بدلي كو هايستان حويها ورور كاسا ديلي سابر كايو يهيو وردو يوكو سابسان يو ورور آخر كو سابسان صلاة دمكة توكاتيد وسواس كو نقصو قلا أدو كو صو قلا بمحاد كيف فكرتا عروتا يريد يدوش عياريسا وادي تكون حقو تشوغا ولا لا حقا دمبي كنتو قلا كم عمل بوحي كعمل ايان خبو دسان ومدق يسلم بيليين دين عروتا وحي نوكا ان اينا مساجد صلاة اللبراء وخير كايدقستان اولا وعي قليو المكرين هو يدا وقت لصيع وتدا كو كاريسو يي غلال كاراي نغو دبان وارد ابو وخ مسوريه دلبي سها قادو ومساجد كو يانو نقول القرون عروها لو سو هي هناي صلاهها اسكا عرعران ابن كلباتي سدنيه دو شفديا وي عياريا وخر ابو والد كودي هوس قيب كميد اي فديدو الله سبحانه وتعالى انه كعبسنا مساجد كو دار العباده ويا عيار دي دوريا دبلها سي كو عياريا لكن مساجد كمرها كانتان اخلاقيات كمساجد كمرها ريرا برتاو ويا إلهي رتبه كذا عبصنا ولا لا حق دلبي كنت قد أمها بس كم أول روحي كعب ليان أولاد أولاد يريان شاكي سنة يقيم قيم يقيم كم يوم هي سيارة الدورة لا مسؤولين إلهي سبحانه وتعالى من قبل حصارته بالدورة الدار الصلاة نقضى خطبة دي وحوليان قفوا مبوح صلاة دلبي كتشوا فكرية هم يكون كتشوا رمحوية
مركا سيسي حنيسي ما حد كسي فكر كرتاه ما صدق ذي بخالد لا يبغى سفير كودي كيف كرتاه كاي بقى كده من كاسي واسف عن بوس حرمي كاسي والله ما تعيب واحد كم يسل مسوي حوية أنت دعوي كي عاد كيف كرتاه سيحشرة وإلى الله سبحانه وتعالى خير ويديسته ودعوي كي بشرك هذا مرسا وإلى مسوي صحة ما تكسي فكر كرتاه وهم جاء وهم جاء آخرة مسهم جاء هو كاد ويجي بقاله ولا كيف كرسيت صلاة وصلاة سلم واحد كيف كرتاه وعيالك كافر حيا حي بريء وعيالك كم بريء قوته حي بريء مو عاد كم بريء صلاة الصبح أخذ عفتي مسوي عاد كم بريء قوته يعني بقالة سي كور بعفوا عيد كلاو تجي أما كنت راجع ذي لعين عيد كلاو هالشيء تطبع كنت راجع ذي ويان بير هم ناسحهم صاروا أنت عصو صاروا ذي كتكتنا وعويا وشقة ذارهن وحيلا عصت كور وارس ما كعريسية ما كافر حيا أمنيات كي وحيلا تعيش هاي لقب ستيد مستقبلك محي بذي محي بذي إلى الحج كا يقول جلاء كل قطه إلى ربوات صوص عتاب عمري سطه إلى تك عن صليات سيارته إلى تخيب قارته تك الله عصي وتصدق عبر قارته إلى صلاة تكبيرة الإحرام كيان مساجد كور دافن إلى أنت عصو كيس قرآن هذا خرسته مكاس أهم مجاو مسهم مجاو حويا سيرات بقالها وصي كبعين لهيد والدكان اللي لبضها صدق وقدق لهيد أو تشاينا ودوف لهيد هذه مراكب سر ربي لهيد والدنيا أولا كيف فكرتي قفك بالآذة كسيارة فضد بكؤيا كريا قف الله وطن فردي ونجا اللي قمي دي أفرت السؤال ودو كتشوابه قف الله ما انتك مساجد كاوك وكب حيا السوغي أوك ويقين سوغي ليسي لهم بي سوغي هم يقاقوا ما يدو يامسوا آخره أدي هم يقاقوا آخر النقضو وحوية وراء الدائي سؤالها ساجد سويدين يسيد هاد آخره وشقي سنة يسيد وهاد كسي وليسا أدي هم يقاقوا ودو يامقضو وعليك يدد بدل وطن فردي يعني وبدل هاي نفت هذا الله حسابتا ووقت الإله سبحانه وتعالى وكسيه كفايديسه وعويان قفك بالهذا كيف تصالة إلى جوري وجوري دونية أما إلى جور قف دوار جور سدود دونية مركز جور سوري سيد سواش سويدين سوا الله بمت ما واحد كف كريسة وروح له إذا إيوه ما قاعد له رعي أما بقى راح له ذيك السوقات مسوي واحد كف كريسة وحوي الدين تعالى له هي خلق ضايل له الكاسات كوبارسة وحوي وقف قدام بركات جور سوري سيد تعسويا أدت جوري دقي سيد ما واحد كف كريسة جوري كان كريسة وانت اللي قلصه مسوي جوري عسير وهو مساجد كسور كيلو أما تتصالحين ولا كعبصري هاي شارك ولا غضام نبي يذكر الله صلوات الله وسلامه عليهم وحوية أن تضوح هايل تضوح روشة البضل الدوينة عند القيمة يدن كرهايل رسالة دا إلهي سبحانه وتعالى وصوت دريون أي اسكت دريون تدك بلغان أي قارسيان يعني إلهي اللي عابده قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وإلى بدأنا أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا حي وحاصر رجع صوته أي صورته دي غير كيبا شيئين وحوية قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره توفيق إله سبحانه وتعالى ذلك أي أشيئي نوح عليه الصلاة والسلام وحوية هم يجي سوحوها عن عبادة إلهي إيا ولا قوذ وقتل إيا مرأي هبين تهي إيا مرأي مالين تهي مرأي سين موقتة تهي إيا مرسيق السودية أي تهي نبي قيل صلاة الله والسلام عليه إلهي سبحانه وتعالى أنت سوى شير بكره الله وكوده يعني مروي هذه القلم وإن عليه الصلاة والسلام من مروح يسولون شيء نفتها ضبوه يعني روح ضبوه نفتها قلبي هذه الروح راضبة ما يشركها قلك بحضه وحرسك ونبي يقول هي صلاة الله وصلاة الله والسلام عليه ومد يسولي ومد في عن أي نقطة عائشة ويدي سيخو تريب المراكي يقول لما تضب الله يخصان مري محا كمدها نبي الله وحوش هذا مركي طائف وتغير دباتوين كفر بدل لو قيستي يا ركحانة لقود دفتي الكاها نبود عليه سمعيه معيه ومعيه نبي يقول دي مكد عيه دباتوين كفر بدل ايقادي ايا سيد وصعين نبود عليه الصلاة والسلام ايا ما يرقر الفعال ما يلاذب القاري سيقول اسمه قيب الاكا الاكاكو صلوات الله وسلامه عليه تبعتنا جبريل عليه السلام بويل وحكوه لوحي قوم كان يقول لها الليل يسير يكون ديرين اي كاقسي كيستين اي كون كون كيستين وان الاركي لي وحوي الله بتروح هاي وحاي صعودة بويلي ملك بورها ونبي دينتو سلامي ايو كون رسولك الهيو لبضن بورو اداد يعمرتو لبضن بورو اداد بورتن لكا يبورتو بقبيل سيدة يبحيو دي وادية كوية اللان ايا لبضن اسكول فلها سيكي بقو دي وادي بابا نبي عليه الصلاة والسلام يسوي مدي سحري سكوة او مدي سورة قوة الدولية او مستقبل دوما هاني متفك فكر يا صلوات الله وسلامه عليه ايو كويري كدابو كويري إلهي وحلقا بين التفير توضع تد إلهي سبحانه وتعالى عابدية وعنه شريكيين أي إلهي سبحانه وتعالى وكسو صاريا
سياسه كله تنبي عليه الصلاة والسلام يسوي هم يقيسه يه فكر كيسه يه ورور كيسه يه بلان كيسه يه مشروع عيسه مربع قوي هاي شريعة إسلام كا يه دين تهي يه عبادة عبادة قف بين المعاملة دي السبا إنه أفعل عناته وإله سبحانه وتعالى هرتي سوح ورسكه هلو يسوي كسي بحيث النبي عليه الصلاة والسلام ولحظة دي يقول البيئة كترة أيها الصلاة الصلاة أيها الصلاة دا ما أنت لضيعي قف بالبحل يقول دون أيه وحويان إقامة وكا لقد قيسني وكا في عني ويبدأ ذالي أيها الصلاة الصلاة والصلاة والصلاة دليل عليا ضدك إلهي سبحانه وتعالى مسؤولية إذا ساري الدومها إلينا أمين كل يمينك إلى عليا وهذا منا أيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذا كيس يود البيع النبي صلى الله عليه هذا الذي يود البيع كم إذا عيد والنبي صلى الله عليه وسلم عليه أدوية ترو كذا أم ببحاي الصحابة كم إذا أبو بكر بن عقيل نبي الله صدق وضع هذا مغري وعقيل وحى الرضا إيه كاني سورة ربنا بترين النبي عليه الصلاة والسلام سورة هذا يدوم يجمع ما لنت قيامها يدبا توي كم ما لنت هجرة إيوه أمته اللي به الرئيس الله سبحانه وتعالى وأهل هذه أي سورة سيك الله يا ودي تامر صلاة يا ودي تاي عمة يا ودي تاي كورة يهود أي واقع مركب خوص قاتل نبي سورة هود هود وأخوه هود يقول عليه بويلي نبي صلى الله عليه وسلم عليه سلف الصالح رحمهم الله يعني وحوليا أبي وغير غير كريم دين تاي الله سبحانه وتعالى سيدة كلوب قارسيو أو وحي تمنين كريم مر والبع إن شريعة الله سبحانه وتعالى أي مرسلة أي قادو أنت لفر بنا بين السوق هذا لي وقت قدرتي يعني حوي وين إن شاء الله تعالى يسكب عفينا لكن هذا هو الدول وذكرنا إلى سلف كائن الأنبياء جد وجد بدلاك أي أسود دلالين ومدن سعد بن الربيع أيها وكل دعوة علي أو أنت سوم من ديوان ما سيف أي معرتي لو قفتي نبي قال يبي سعد وركي سيد دورة سعد بعد ما يترى لي صحابة قام يبي يدور وصاب على إنه بدور استعجب يقول نبي كوره يوم في أي يوم يقول نبي يقول السلام أو هذا شيء كتاد أنت سو دبتاي قابي أنت سو يعني كربا لا يدري أو من ديوان ما سيف لا يلعب عي تقول حانو شيء قوم كذا رح تكون ترى هذا ما تقول هذا شيء كتاد من مرسيو إلا هيكتي سكيني بيسان أدين النبي صلاة الله وسلامه عليه وبنته مدي ذكي 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 أمر عبد العزيز أي أمر حنون كيسي وكل من دونه دختر موك هنا دختر كيبا يا جاي دختر كيبا كويني نكر الدوين ملا بويني أمير المؤمنين كر الدوين ملا بقى شغي بقى قلبي كيسي قو قيسي وأنك أبقر كا سلالة دا عجو قرر الله من الخطاب بسوك هنا أي إلهي سبحانه وتعالى الدوين أدين غمشة كي كرر ونسكين وقرر الله قبل بفاضوة هنا عبد الملك بن مروان يسقبا تنوشة كل ولاية مركين تان عن أميران النقل إيه نوشة وكل ولا مركين دم به ده علماء الأم بدم به ككعبش نكي سيدا حالا حتى لهذه الوضع والورية والبقرية وهم بقي سوي هاي آخرة إيه الله سبحانه وتعالى وحوله ارتقي لها سفيان الثوري رحمه الله أي أوحى على شهدي من هذه الوحوية وشهدي إلى مور رمي وأنا يجي شريم من هذيك هذي يقول بقى النار النار بيقول كذي دوب كان نار تجاهل من هذي يقول بقى كي يقول كذي تبي تبدأ في دوب كعيا قف قف آخر كف ذكرى وكف ذكرى تجاهل ما يسرعك يميسانك يعلى بالقبر جاي وحلا صوت من قف كف ذكرى حقيقة الدنيا هي شهوات كذا وكف بانية قف اللي بلا الدنيا وكل نور هاي وحلا هي وقبل الدنيا هاي أنت وآخر حصوصين لك قف كذا تين وزاهد هاي عبادة بدي وصوم بدي القرآن بدي وحول حلا أوقات قف كاسي وحسيبا كم بيجي آخر ده بيبقى صريح حسوس تيري إيوه إنه يصور بيجو عمل يوم بيصور إنه تعرف صورين وحامل كان قفك بلا ذكاء ولا ليال الدنيا اللي هذه تعلق طيب أو أي تهين قفك هم بيجي سو هم آخره وقبته كدنيا سوى قفك كتير وحول قفك بلا ذكاء وحواجب كوه إنه آخره يسوي شغلته وهو الكيس وآخره وقبته سواء شهادة بهم يجيب الحريك السيارة ورمي يور ورك قفك بنانا كهستا إلى آخره وقبته الدويرة وحي على قفك بن آدم كهمية يدي قدا يور ورك يور بهار كبدا فربنا كحينية أما كخفيفينية محاكا مدى الدعاء الدعاء هو العبادة من النبي عليه الصلاة والسلام قفك من الدعاء يستو النبي أبي هو الله ورحمة الله يقول صوت علي يسوى ور ور بدل ساري أي النبي يقول وقت كان وقت الصلاة ما هي محاولة أن كقبل يسا أبو إمامه وحوي دين فرحمي بدل باع اللازمي دين فرب بدل الله يقول بعي تبي ترون الكاس الله فديا النبي صلوات الله وسلامه عليه وحوي كويري ما
ma kuu sheegaa ducaad ku ducaysatid oo ilaahay hamdigana kaaga kaxeeyo deynkana ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga fahiriyo waxaad haddii waagu kuu baryo ama adceeddu ay dhacdo allaahumma acuudu bika allaahumma min alhami walxusn ilaahay waxaan kaaga magangalay hamiga iyo werwarka iyo murugada iyo xusnka xadiidku wuu dheer yahay laakiin shaahidka imkale khudbada laga khusaysa waa intaa weeyaan abu hurayra radi allahu tacaala canhu nabigu wuxuu yidhi wuxuu sheegay nabigu haddii uu werwar ku dhaco intuu cirka madaxiisa u jeediyo cirka eego ayuu nabigu odhan jiray subxaana allahi alcadiim markuu doonayo nabiguna yani ducadiisa sii adkeeyana wuxuu ku dari jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh yaa xayu yaa qayuum sida tilmiyihii qeerkiiba soo wariyeen waxaa ka mid ducooyinka nabigu calayhi salaatu wasalaam markay arrintu ku cuslaato ama hamigu iyo werwarku uu yimaado nabiga calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah alcadiim alxaliim laa ilaha ila allah rabu samaawaati waalard warabu alcarsh ayuu nabigu odhan jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh taa ku saabsan ugu horreysay ducada waxaa soo raaca talabaad oo ah istikfaarka qofka binaadanka walaa inuu istikfaarka badsado oo uu laasimo waa arrin muhiima weeya ducadan iyo istikfaarkan iyo nabiga ku salligan walaalayaal waxa weeyaan arrin fudud oo qofku carabka ka odhanayo weyse kaagama baahnaa qibladi inaad usii jeesato kaagama baahnaa yacni waa arrimo fudud laakiin ajarkaad ilaahay subxaana watacala agteeda kaga helaysaa waa ajar aad iyo aad u fara badan talaba markaa istikfaarka nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam qofkii istikfaarka laasima ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaato walba iyo werwer walba iyo culays walba ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj buu uga furayaa ama wuxuu uga furayaa hadday wadow kaga baxo waxaanu ilaahay arsaaqayaa risqi aanu filayn ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaa uu siinaya arrinta saddexaad ducadii istikfaarka markaynu ka nimaadno waa ku salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in nabiga lagu salliyaa waa arrin aad iyo aad xaqiiqatan muhiim u ah oo qofka bini aadamka uu badsado salliga nabiga calayhi afdal salaatu waatamu tasliim ninkii la odhan jiray ubay ibnu kacb ayaa waxa weeyaan wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii saddex qaybood markay laba dhammaadaan qaybta u dambaysa wuxuu odhan jiray yaa ayuha annaas dadow ilaahay xusa ilaahay xusa raajifa oo qiyaamihii ah tatbacu araajifa oo labada magacyada iyo aakhiriya qiyaamaha ay tahay ayuu odhan jiray baa soo socdaa geeri baa soo socota buu nabigu odhan jiray mowdkii iyo geeri baa soo socota dabeetna waxaan ku yihi rasuulkii ilaahayow aad baa kuugu salliyaa intee in leeg ayaan salaadayda kaa siiyaa buu ku yidhi bal xadiidka aad ugu fiirsada walaalaya waa xadiid aad iyo aad muhiim u ah wuxuu ku yihi nabigow aad baa kuugu salliyaaye haddanaba salaadayda intee in leeg baa ku siiyaa salaadda tani tukanaya lagu maaha micnaheed waa ducada intee in leeg ayaan ducadayda kugu daraa buu nabi allow nabigu wuxuu ku yidhi maa shi'ta intaad doonto dabeed waxaa fakare ubay ibnu kacb baa fakaro wuxuu yidhi ajcalu laka rubu baa ku siinayaa ducadayda ama salaadayda saaad jeceshahay buu ku yihi nabigu haddii aad badisana aday ku khayr badanta aday dantaada ku jirtaa wuxuu yihi markuu da rubucii markaa nabigu intaa ka soo celiyey ayuu fakaro wuxuu yihi nabi allow nus baan ku siinayaa ducadii aan ducaysanayay nus baan adiga kaaga ku siinayaa sidaad jeceshahay buu ku yihi nabigu haddaad sii badisana fahuwa khayru lak adayga khayr kuu tahay dantu aday kugu jirtaa haddana uu fakaray waxbaa la kala iibsanaya akhira la kala iibsanaya jamaa la kala iibsanaya sheekadooda iyo warkooduba aakhir uha sheekadooda iyo warkooduba aakhiro iyo cibaado iyo sidii wax loo heli lahaa ayuu ahaa innagana makhaayadaha markaynu fadhino tobiyadaynu ka sheekaysana waa garanaysaa waa siyaasad waa axzaab waa qabyaalad waxa weeye waa dad wax kala dhacaya dhul lagu durkayo beer la kala qaadanayo maxkamadaha dhibaatooyinka waxaasaa laga sheekaysanaya waxa weeyaan waxaynu maraynay wuxuu yahay markii nuskii la marayo nabigu wuxuu ku yihi wahi waa u fiican tahay maashiita saad jeceshahay lakiin haddaad waxaa kaaga khayr badan ayaa uga badiya saddex qaybood labu yihi hadaba nabiyo saddex ducadaydii saddex qaybood labaan ku siiyey athuluthayn qaala maa shi't saad jeceshahay fain zidta fahuwa khayru lak haddaad intaa wax ku darto wallahi arrintaas aday ku khayr kuu tahay dabeetana de waa maxaa haray markaa waa intaba isku darso maaha ajcalu laka salaatii kullahaa buu yidhi nabi allow salaadaydu siday u dhan tahay yacni waxa weeyaan ducadayda oo dhan adaan ku siinaya nabigu markaa muxuu abaalmarintiisii uga dhigay abaalmarintiisii wuxuu uga dhigay laba arrimood oo midna adduunyada anfacayso midna aakhira ay anfacayso wuxuu ku yidhi idan tukfaa hamuk wuxuu ilaahay kaa qabanayaa oo kaa ilaalinayaa hamigii iyo warwarkii iyo walbahaarkii iyo maskaxdaadii bisiga ahayd ee shaqaynaysay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala tumaaniina iyo xasilooni
إلهي سبحانه وتعالى وكبد دليا تكفى همك وجه سدي غير سقفك وهلي تكلي إذا كم يمسك أسماء الدونك تكلي يسلم حيتهاي ويغفر لك ذنبك أفضل أسماء إسمه له حربة الدنيا إذا هم يجي يور وركي يدي قدر هم يجي معي كي حولا بقالا يستوير وريا فقير كي مسكين كه يور وريا كي عثمان كي قبي يور وريا كي حلوسين يور وريا كي منصب كه يحل كه يور وريا كي بلا حل كه عرم خايدة سوف بيا يدور داس ولا عضو يوم لي حال لي مقعد واي أنا بدوك هاي استس سني بتري يعني الدنيا إذا عيد الله لي عيد هبي أما عيد الله لي عيد مبسوطه أما عيد الله لي عيد راحة البال هاي ستها آدي آدي أبو يرت وأنت على كعب صي المساجد اللازمي آخره ذو شقيستي. مركا هم جا جري لا سبحانه وتعالى في الدنيا وكا ترتره آخره ما ندم بجاجي لا سبحانه وتعالى وضافه توحيد هذا هو الفائز قفك سوى قفك قفك حقيقة وقفك تي لا سبحانه وتعالى الدنيا آخره ويسقط دري. ولا ريال الدنيا الواصل وشغلي وعمد إيا اللي قلنا وليه هاي قفك بني آدم كي يدوي الدنيا لك على هذا صدح قدره ويبقى قدعه من أحب الدنيا الدنيا هذا يسلم ويبقى قدعه إلا قفك دوك على هذا صدح حرقه يسود رسمه كو هم لازم هم شوكتاه إيا ورور شوكتاه أي قفك بني آدم كاكو دعيه والعياذ بالله إيا النصب دائم دال يا عليس آن كلا شوكسنين ودائما تصدحاتنا وحسرة لا تقضي إيه وحوي الحسرة إيه ندالت إيه يعني فكر أن مر لما مارت السنين أول قفك بني هذاك الساعة فردد الذين صدح ذا الرماد وقفك بني هذاك أقبعة وحامك واجب اللغوة أدو يدري الدبع أردي لين الدبع عربي الله وأدو يدري إلهي سبحانه وتعالى كتابك سينا وشهده وحياله هو ويدك ويكون مشغولان وأمواشه يا أولاده إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة وقلنا وش هذي إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأمواش هذه هذه تصدر الناس يا أولاد هذه أدوك وش عليك أي إلهي سبحانه وتعالى وكش هذي فتنة يا أدري وقلنا وش هذي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم ما الفتنة إلهي كش هذي من إلهي سبحانه وتعالى عدو أي كش هذي إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه مسكين عليها سيد سكيل ليس نقول قد بقولته ما يوحد سكيل إلى رأي ليس يعني عبادة إلهي يعني هرمك آخره كمشغولين كدنيا كل نور ويجي التوسي لكن تاري آخره يعني محمد يعني ملك هذا عيار ولذلك ولد كل عنده مشغول يعني محزنة مجبنة مبخلة المال يروح سيد دمار ديسني محوية محوية وغرور صعبة وبخيل وصعبة أكثر صدقة بزاد يقدر العيد أما ما تروح إلى تشوغا ولا لها أمر بالمعروف وحافظنا هذه الشقية جزاهم الله خيرا لعب كل دولار بين سعود كاوسو قرير إن شاء الله تعالى سيكون بخصاب دولار بين كل كاوسير لنا سيكون كل غير مساجد كان يعني خير كاتتك أهل خير كاتتك فردية أي كل غير ولا يهنا أمر بالمعروف الله على المنكر يعني حويا إن شاء الله تشوفتك عن تبقين واكل طيب إذا ولو تجمع كهر أفرت كل أود دولار بين كل شن دقيقة إذا أفرت كل أود دولار كل غير ومساجد كي وراليه غير ماشي لو بنشري فلان مركا كل دولار ودي معروف كي يراجع إمارتي دل يراجع إلا إيا أولاد إلا إلا قرش غير إياه إن شاء الله تعالى ويلودي بينا وحمركا تايقني فاحذروهم وحويان المهر مبخلوا إيانو أكاد ما تأمر بمعروف فقدر لها بعض الرئيسة والله يسمون كي سيبا لك غب حنايا كبا كبوا أيو كيبا نسو يبين إلا مركا ولدك بخل بوكو قرين إياه هاي نسكير علينا آخر ولا يعينو شقي سلا الدنيا دي آخر ولا قفك ميسان كذا سهلة أي الدنيا دي الرابحة آخر ولا سبحانه وتعالى أكتيسة وحكهلا ومدنا يسد عيسو دعاء هذا الله بضيع تذكي هبارك ما ينقب الطي هاي يسد عينه وأيوه على قلية هاي ويدي هو ما كي هبارك تبيه أيوه على قلية هاي هبارك هباها كعيك هو يدي مكره إنه إذا تنا ترى حنا لا يدي بعدي وأقول بعه ويدي بعدي تنتم عليه وبهباريسة وأنا لا يهاي ما هبارك هو يدي مين بيجاره ككولي يا وابتي يا أبا هي كويس كيل عليه هو حلو بس بعد عنا ويا على وصل وسلم على رحمة الهدى والنعمة الوسطى فقد أمركم الله بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والدبير الأزهر وارض اللهم على أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين كانوا يقولون الحق به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن بقية العشرة وعن أهل الشجرة وعنا معهم بمنك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة
أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أيد بحق إمامنا ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم يسر له بطانة الخير وهب اجعله بطانة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبعد عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا نكون من الخاسرين. وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله واقموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.